ماسك الفحم وماسك الذهب من ماركتين مختلفتين. هلوز، غسلت وشي، هقسمه بقى نصين، النص ده هيبقى الفحم والنص ده هيبقى الذهب. نلم الشعيرات وننضف المسامات، وتلات دقايق حمام بخارات، وما نقربش قوي من الجلدات. اقفل خلاص يا حاج، كفايه عليك كده. ويلا بينا ويلا بينا. بسم الله، انا معفنه وهعمل بايدي عادي. وما تيجي ناحية حوالين العين، انا كده قربت قوي من العين، انتي ما تقربيش قوي كده. حدد الحدود. وهتيجي على شعري ادي كده اول نص، بس ان انا عفريتة سيكا. اغسليه بسرعة يجي. نعمل بقى النص التاني. هتقولي مارينا ليه ما ما بيطلعش ليه؟ ليه ما استخدمتيش ده؟ هو سائل كده ليه؟ ماسك الذهب بتاع بوبانا برضو عادي على طول. هقولك ده سايح جدا، سايح جدا، ولا ده من الحر بقى ولا ايه؟ معرفش. هقولك علشان انا استخدمته قبل كده، اولا ما كانش بينشف، انا مش شايفه، ثانيا كان بيحرق بشكل بشع واتبهدلت عشان اشيله. ده خفيف كده وسايل قوي لدرجه ان هو اصلا يعني ماشي. طب مارينا، هو ايه فايدة الشيت ماسك اصلا وليه انت بتعملي ده كله؟ هقولك علشان هو اكتر حاجة قابضة ومنظفة للمسام وبتبهدل الشعر. بصي قوامها عامل ازاي، خفة جدا، شبه عسل النحل كده. حط طبقة كمان احتياطي عشان انا مش واثقة خالص ان هو ايه هيتشال بسهولة، معرفش ليه. طيب هن كده خلاص، خلاويص خلصنا. هغسل ايدي بقى واستنى ما ينشف. طبعا هقعد في مقدمة المروحة على طول عشان الجو حر، عشان ينشف بسرعة برضه، بجانب انها شكلي مخيف، خايفة. ماسك الدهب ده شفاف سنة، بتاع بوبانا ما كانش شفاف خالص وكان بيدي ترتر بروبرو كده، مش احنا غلط. حتى الان عدى بالظبط تلت ساعة على النص ده، يعني فاضل حاجات بسيطة فيه، وده بقاله بالظبط 13 دقيقة، يعني الفرق مش كبير بينهم. فده بقى ليه ما نشفش؟ ده ما نشفش خالص لسه، فهقف قدام مراحل تاني. معلش معلش معلش، نديله فرصته. معلش معلش، الاتنين خلاص تماما نشفوا، بس ده لونه غير، يعني مش عارفه هو باين في الكاميرا، بس هو باين في المرايه جدا. اسمع لينا، شيل بقى القرف ده عشان طول في وشي قوي. دي بتشيل اكتر، دي بتشيل اكتر، حاجه بتوجع. بس الصوت يا ديوي، يا لهوي يا لهوي، دي شالت حاجات كتير جدا، مش بتوجع قوي زي التانية، مش بتطلع حتة واحدة، ومش بتشيل حاجة. شعري بيبي هير، سبحان الله، ده اتشال كله؟ لا مش قوي، في لسه حتة صغننة هنا عند الخد كده، اقدر اقول اتشال كله تقريبا. يعني مشكلة في العرق، هو ساح تاني بسبب العرق. طيب هل في فرق ملحوظ بين الاتنين؟ الفرق الملحوظ ان ده بيحرق شوية الوش، يعني ممكن يكون عندك حساسية منه فوشك يلتهب، فده خدي بالك منه، جربي على رقبتك الاول. ده ما بتحسيش باي حاجة، ولا بتحسي ان هو اتحط حاجة، ولا بتحسي ان في حاجة حرقتك، ولا بتحسي ان في حاجة اتشالت لما بتشديه، ولا اي حاجة. زائد ان فاكس موضوع الدهب ده، مفيش ماسك دهب ب50 جنيه، ده بيشيل احسن من ده، ده بينشف اسرع من ده، شال حاجات انا ما كنتش اعرف انها موجوده في وشي اصلا. بصي يا رب يكون باين. اظن دلوقتي بقى واضح مين فيهم احسن. هشيل بقى اخر حته دي ونعمل روتين ما بعد الروتين. تمام، عادي، اي زيادات شيلها بالميه، مش حوار. هو كشكل ما فيش اي اختلاف بين اليمين والشمال، لا اليمين انعم، اليمين انعم مش شمال. سقطت مرطب، مش عارفه ايه العبث اللي انا بعمله ده. ايه ايه او باي.